أسئلة الفصل: المياه في الأردن مشكلات وحلول زائد أسئلة الوحدة. ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة لكل فقرة من الفقرات الآتية: من طرائق ري المزروعات التي تسهم في ترشيد استهلاك المياه، التنقيط. تغير خصائص المياه بأن تصبح غير صالحة للاستخدامات المختلفة تسمى تلوثاً. القطاع الذي يستهلك أكبر كمية من المياه في الأردن هو الزراعة. نسبة مساحة المناطق التي يزيد معدل المطر السنوي فيها عن 500 ملم من مساحة الأردن هي 2%. فسر ما يأتي: موت الأسماك التي كانت تعيش في مياه سيل الزرقاء قبل عشرات السنين، وموت الأشجار التي كانت تحيط بمجرى السيل، تلوث مياه سيل الزرقاء. إقامة السدود الترابية في مناطق مختلفة من الأردن لترشيد استهلاك المياه والاستفادة منها في ري النباتات العلفية كالشعير وسقاية المواشي. سيزداد استخدام المياه المعالجة في الزراعة مستقبلا في الأردن. شح أو نقص الموارد المائية في الأردن وكميات المياه الكبيرة المستخدمة في مختلف المجالات. تشترط أمانة عمان للموافقة على ترخيص الأبنية إنشاء خزان أرضي لجمع مياه الأمطار لكل منزل جديد. فإذا كان متوسط حجم خزانات الأمطار 5 متر مكعب، فما كمية المياه التي ستجمع عند ترخيص 1000 منزل في السنة الواحدة؟ 5 × 1000 = 5000 متر مكعب. ماذا تفعل في المواقف التالية؟ وجدت صنبور المياه في حمام مدرستك تالفا ويسرب المياه، أقوم بإبلاغ مدير المدرسة أو المعلم بذلك. تستخدم والدتك الغسالة الأوتوماتيك لغسل كمية ثياب قليلة في كل غسلة. أنصحها بجمع كمية كبيرة من الملابس وغسلها مرة واحدة. ذهبت لزيارة بعض الأقارب ولاحظت أن في شارع منزلهم ماسورة مياه مكسورة تسرب المياه. أبلغ أقاربي بذلك أو أتصل بسلطة المياه لإخبارهم عن الماسورة المكسورة. شاهدت والدك يتوضأ تاركا صنبور الماء مفتوحا بشكل مستمر في أثناء الوضوء. أنصحهم بعدم ترك صنبور الماء مفتوحا بشكل مستمر أثناء الوضوء للتقليل من هدر المياه. شاهدت مجموعة من طلاب المدرسة يتراشقون بالماء النقي على سبيل اللعب، توعيتهم بأهمية المحافظة على المياه. أسئلة الوحدة: ضع إشارة صح أمام العبارة الصحيحة وإشارة خطأ أمام العبارة الخطأ ثم صححها. تشكل المياه العذبة ما نسبته 3% من مياه الأرض. تشكل مياه العذبة ما نسبة 2.5% من مياه الأرض. أكبر مصادر المياه المستخدمة في الأردن هي المياه السطحية. أكبر مصادر المياه المستخدمة في الأردن هي المياه الجوفية. 90% من مساحة الأردن مناطق يزيد المعدل المطر السنوي فيها عن 200 ملي متر. 93% من مساحة الأردن مناطق يقل المعدل المطري السنوي فيها عن 200 ملي متر. يفضل ري المزروعات في الصباح الباكر أو المساء لترشيد استهلاك الماء. صح. لا يسهم استخدام المبيدات الحشرية في تلوث مصادر المياه. يسهم استخدام المبيدات الحشرية في تلوث مصادر المياه. المياه العادمة المعالجة مياه صالحة للشرب، خطأ. المياه العادمة المعالجة
مياه غير صالحة للشرب. ما المقصود بالمصطلحين الآتيين؟ المياه الجوفية هي المياه الموجودة في باطن الأرض. المياه الرمادية هي المياه الناتجة عن الاستعمالات المنزلية للمياه كالغسيل والجري. ما الفرق بين المياه العذبة والمياه المالحة من حيث نسبة وجودها، صلاحيتها للاستخدام المباشر وأماكن وجودها؟ المياه المالحة نسبتها 97.5%، غير صالحة للاستخدام المباشر وأماكن وجودها البحار والمحيطات. أما المياه العذبة فنسبة وجودها 2.5%، وهي صالحة للاستخدام المباشر وأماكن وجودها المياه السطحية والجوفية والجليدية. ما الحلول التي يمكن اتباعها لترشيد استهلاك المياه؟ تجميع الملابس وغسلها مرة واحدة في الأسبوع، عدم استخدام خرطوم المياه في غسيل السيارة، واستخدام قطع توفير استهلاك المياه. يعاني الأردن من مشكلة تلوث مصادر المياه. ما أسباب هذا التلوث؟ مخلفات المصانع والمزارع والمنازل والمدن. كيف يمكن الحد من هذه المشكلة؟ التقليل من استخدام الأسمدة الكيميائية، مراقبة مياه الينابيع والسدود، سن التشريعات التي تشدد العقوبات على المخالفات البيئية.